لو الحكاية فيها إن فيديو. لا بس أنا عايزة أقول لحضراتكم حاجة، إحنا زي ما بنقاوم مرض السرطان الجسدي عايزين نتحد كلنا ونقاوم السرطان الفكري، لأن السرطان الجسدي بيقضي على فرد من الأسرة، أما السرطان الفكري بقى فجنها على الشعب كله، يعني مش هيبقى فيه أمان ولا أمن وهتبقى خسائر كتيرة، مش هنبقى سايبين لأولادنا اللي احنا يعتبر دول ذكرى لينا وامدادنا في الارض، مش هنسيب لهم حاجه. اذا كنت انا مؤمنه ومسلمه وبحب ربنا لازم احافظ على الارض دي، لازم اكون ام قويه اعلم ابني ان جيشك يعني البياده بتاعت جيشك فوق دماغك لان هو ده اللي حاميك، لازم اقول لابني جيشك هو ظهرك، اذا جيشك يمكن كسر يبقى ظهرك انكسر مالكش سند. على فكرة الجيوش هم يعتبر الوطن، فأنا عايزة أقول لحضراتكم ولكل أم سمعين، إذا كنت تعرف ربنا عز وجل يبقى لازم تحققي آيات الله، لما يقول جعلنا مستخلفين في الأرض يبقى الأعمارها مش لإفسادنا، يبقى احنا نعمرها. لما أقول إن احنا بنحقق آيات الله عز وجل لما ربنا تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، يبقى المقصود بها الجيش مش حاجة تانية. يبقى أنا لازم أشوف الإيمان والإسلام، إسلامنا جميل جدا وقرآننا كله منهج وقرآننا كله دستور، ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على جيش خير عباد الأرض يبقى مش في الوقت بتاع النبي بس، يبقى في كل الزمان إلى أن تكون الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى احنا لازم نبقى ظهر الكشلة عشان هو ده اللي حمينا. سرطان الفكر اشد من سرطان الجسد، سرطان الجسد هيتعالج، سرطان الفكر مش هيتعالج هيدمر. والحمد لله الحمد لله ان احنا شعب ما حدش يقدر يفكر جوانا كيمياء غريبه.